مرحبا، معكم دكتور روبير دويهي، أخصائي بجراحة الكلى والمسالك البولية بمستشفى برجيل. اليوم بدنا نحكي عن حالة بنشوف منها كثير بالعيادة وهي التهاب البول. شو هي عوارض التهاب البول؟ حرقة عند التبول، سرعة وشعور ملح بالتبول، رائحة كريهة بالبول ودم في بعض الأحيان إذا كان الالتهاب قوي. ارتفاع الحرارة بيعني وصول التهاب إلى الكلى أو البروستات عند الرجل. التشخيص بيتم من خلال الاستماع لعوارض المريض وفحص البول. زرع البول بيبين لنا شو نوع الجرثومة والمضادات الحيوية اللي بتشتغل الفعالة لعلاجها. الأسباب اللي بتساهم في حصول التهاب البول، أولا عندنا العلاقة الجنسية خاصة عند النساء، صعوبة في تفريغ المبولة في حال في عند رجل في بروستات متضخمة أو في ضعف بعضلة المبولة، ضعف في المناعة، انقطاع الطمس عند النساء، الإمساك وغيرها من الأسباب. مدة العلاج مختلفة بين التهاب المبولة، التهاب الكلى والتهاب البروستات، وبتتراوح ما بين 3 أيام إلى 30 يوم، يعني إلى شهر، وفي بعض الأحيان لمدة أطول. بحب أنهي ببعض النصائح العملية لتخفيف التهاب البول. أولاً، شرب السوائل بكمية كبيرة يومياً وبشكل خاص المياه، عم نحكي يعني من 6 إلى 8 كوب مي بالنهار. بعض الدراسات تظهر أنه الكرامبري قد تساعد في تخفيف الالتهابات. عدم حصر البول والتبول كل 3 ل 4 ساعات. التبول فورا بعد العلاقة الجنسية خاصة عند النساء، وفي حال تكرار الالتهابات بشكل مستمر ممكن أخذ حبة مضاد حيوي بعد كل علاقة. ومعالجة الإمساك ضروري عند النساء لأنه مرتبط بشكل وثيق بالتهابات البول.